يعني الناس اللي هادشي احنا هادشي احنا حاضرين فيه وما كنقولوا شي حاجه مثل من والو. هادشي احنا حاضرين فيه وكندخلوا فيه وكنشوفوه. الناس كاين الناس اللي كتمشي تبغي تخرج تمشي تخدم، العيون ما كاينش يمشيو للبركان يخدموا. كاين الناس اللي بكاميونات البارح كاميون كيدير الرمله ما عندوش الرخصه، ما عطاوهش الرخصه ديال باش يتحرك يمشي الوجدان يمشي البركان السعيديه للعيون. نداء للسلطه الله يرحم الوالدين من الجهه ديالكم، يعني بنادم يكون واحد شويه ديال 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 التصين شي شويه والمرونه، يعني باش ما يبقاش هذا نحبسوا عاد البشر هنايا، يخلي بنادم يخرج يدبر على رزقه يسترزق الله، ما غاديش نحبسوا كل شيء هنا، هنا ما كاين خدمه ونحبسوا الناس ما تخرج. الله يرحم الوالدين باش نشوفوا شويه ديال المرونه. وهذاك لوكا ديال الكاميو واحد اللي كاين شكون معاك واضح. كنحبس اش كنحبس؟ كنحبس اللي كيبغي يدير لا نافيت كيقول لك انا صباغ انا نجار، عاد كنقول له الا بغيتي نعطيك تمشي تخدم نعطيك تمشي تخدم، ولكن باش دير لا نافيت تبقى تمشي يوميا تمشي تجي ما غنعطيكش. وانا كنخدم في قطاع قانون ما كتجيبش حاجه من راسي، ما عمرني ما حبست شي واحد يمشي يعمل لان كنعرف شنو هو الخبز. حتى انا كناكل الخبز ما كناكلش الحجر، يعني اللي بغى يمشي يخدم ها هما كنعطي 100 200 وحده في النهار، ما كنحبس حتى شي واحد من اجل العمل من اجل التطوير او لا من اجل الدراسه. بالنسبه لنقل البضائع اللي غادي يجيب لنا الماكله هذه مساله فروع منا ما كنحبسوش. انا اللي كنحبسهم هو اللي كيقول لك عطيني بقى غادي جاي غادي جاي غادي ما كنعطيكش كنعطيك كنقول الا بغيتي تمشي تخدم الله يسهل عليك هاك انت الكباس. ما بقاش بزاف نهار الجمعه عندنا اجتماع تقييمي مع اللجنه التقنيه يشوفوا العدد ديال هاد لي بوزيتيف يقدر تقدر عاوتاني ترجع الامور النصاب ديالها تقدر تزيد ما عرفتش، ولكن راه كنحبس حتى شي واحد. هذاك لوكا ديال الكاميون اللي كتهضر عليه بصفه شخصيه راه كنعرفو درستو البارح وانا اللي ما عطيتش، انا عرفت علاش ما عطيتش.